بالحوار بلشنا وبالحوار رح نكمل. العالم كله مشنج. كل تنين المساء منناقش اللي صار، نسأل كيف مكفيين ولوين رايحين. حياة أولى مثل ما هي. باختلافاتنا، تنوع ثقافاتنا ومعتقداتنا. وتما تبقى الحوادث بالبلد عابرة، هل بتبرر للنائب السابق نواف الموسوي استعمال السلاح دفاعا عن بنته؟ بين الأحوال الشخصية، الدول المدنية، الجمعيات النسوية، ثورة الأمهات والبنود الإصلاحية بالمحاكم الجعفرية، نحن وين من رفع سن الحضانة؟ وين العادات، التقاليد والتراخي بتطبيق القانون؟ مين المسؤول عن السلاح المتفلت بالبلد؟ شو الطريق لنضبطه؟ وهل أنتوا مع ترخيصه بين إيدين الناس؟ شاركونا أراءكم عبر هاشتاج بدا ثورة. تنين 10 لتلت المساء مباشرة على الـ MTV.